علق عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على غياب تمثيلية حزب العدالة والتنمية عن تشكيلة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، قائلا: يجب الحسم في الانتقال الديمقراطي وأن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وننتهي من الريع ومن خرافة الأبطال الاقتصاديين الوطنيين، وننتهي من الظلم الاجتماعي. وأضاف أفتاتي في تصريح صحفي أن البي جي دي ليس مستاء من عدم تمثيله في اللجنة، لأن المطلوب منها هو القيام بمهمة محددة، وهذا لا يعني أنهم يمتلكون عصا موسى وخاتم سليمان، لأنه لو كان ذلك صحيحا لقاموا بما يجب أن يقوموا به وهم مسؤولون في الفترات السابقة. وأردف القيادي بالبي جي دي إن فلسفة هذه اللجنة هي الاجتماع والاستماع لمكونات الشعب المغربي من أجل الحسم في موضوع الانتقال الديمقراطي والحسم في موضوع التنمية حتى تعود ثمارها على عموم المواطنين، ومحاربة الريع والفساد وإرساء أسس تعاقد من أجل عدالة اجتماعية حقيقية. وتابع المتحدث أن عدد من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لم يخترعوا العجلة، فالمطلوب منهم أن يستمعوا لمختلف المكونات الفكرية والسياسية والاقتصادية بالمغرب، وهنا سيأتي دور الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات الحقيقية التي كان لا تطبل للسلطوي والفساد. ويعتقد أفتاتي أنه لا يمكن لهذه اللجنة أن تنتج لسبب بسيط، وهو أن عدد منهم كان مسؤولا في السابق ولا زال كذلك، ولو كان لهم أن يقدموا شيئا كأفراد لقاموا به، وبالتالي هم ليسوا جماعة من السوبرمان لحل مشاكل المغرب. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.